السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب شريف وهذا اللكتشر الأول من سيشن 11 من مادة الMGD بعنوان Numerical Chromosomal Abnormalities. إذا أخذتوا فكرة عن الميوتيشنز بالسيشنات السابقة، كان الخلل على مستوى شريط DNA، يعني عندي فد DNA sequence معينة، هاي غلس على هذه، أوكي، يصير فيها خلل، إما point mutation واحدة تتبدل من هذه النيتروجين بيسز، أو deletion أو duplication. ايا كان الخلل راح يكون على مستوى شريط الدي ان اي. زين، بهذا السيشن راح ندرس خلل على مستوى الكروموسوم الكامل. زين، باللكتشر الاول راح ناخذ النيوميركال كروموسومال ابنورماليتيز، زياده او نقصان باعداد الكروموسومات. باللكتشر الثاني من شرح احمد فراس راح يحكي عن الستراكشرال كروموسومال ابنورماليتيز، اللي يكون عدد الكروموسومات فيها طبيعي بس اكو خلل بالتركيب مالتهن. زين، منطينا 9 learning objectives، ما راح نقرأ هذا السلايد كليته لأن إحنا بكل سلايد فوق حاطين learning objectives كاتفين هنا، وهذا رقمه هنا، يعني learning objectives. زين، learning objective الأول DNA condensation. قبل شوية قلنا على مستوى DNA وعلى مستوى الكروموسوم، شنو هذا الحكي أصلاً، هو شنو الكروموسوم وشنو علاقته بالDNA. زين، عندنا إحنا DNA strand هذا يا باللون الوردي، راح يلتف على هستونات ويسوي لي تركيب اسمه نيوكليوسوم، المفروض خدتوه بالسيشنات السابقة. زين، النيوكليوسوم هذا راح الشريط مالته يظل يلتف على نفسه، بعد يصير له كويلنج، يصير في الشريط أفخن، بدل ما كان قطره هنا 2 نانومتر صار 30 نانومتر فايبر، سميت النيوكليوسوم فايبر. زين، الفايبر هذا هم راح يصير له كويلنج أكثر، راح يصير عندي بروتين سكافولد، يرجع هذا هم يلتف على نفسه أكثر لحد ما، وتتكرر هاي العملية يعني آلاف المرات لحد ما يصير عندي الشكل النهائي هذا، يا اسميه الكروماتيد. زين، الكروماتيد من اجيب اثنين من عدة سوا راح يصير عندي الكروموسوم. الدي ان اي اللي بدينا بيه كان قطره 2 نانومتر قلنا، راح ينتهي يصير قطره 700 نانومتر، راح يتضاعف القطر مالته 350 مره من قد ما يتف. فاذا نريد نختصر هاي الفكره، شنو الكروموسوم؟ هو عباره عن شريط دي ان اي صاير له الاف من عمليات الكويلنج ويا بروتينات. زين، وها وتتخيل لي من شان عندنا point mutation أو deletion مال الناتروجين بيس وحدة بهذا شريط الدي ان اي، ايش قد كان هذا الشيء يسوي لي مشاكل. زين، هسه تخيل لي بهذا السيشن راح نشرح حالات يطير بيها الكروموسوم كليته. زين، learning objective الثاني نشرح عن السكس كروموسومز. قال لنا the 24 human chromosomes types، هذا تعبير شوية غريب، احنا دائما نسمع 23 زوج، حلو، 24 هاي منين جابها؟ 24 قصده 22 اوتوسوم والاكس 23 والواي 24، بس هذا تعبير مستهجن، احنا غالبا نقول 23. ليش؟ لان الاكس والواي هن بير واحد، لطيف، هن اثنيناتهم الكروموسوم الثالث والعشرين. فاي احنا عندنا 22 اوتوسوم، أوتوسوم راح يشفرن لي صفات جسدية مشتركة للجنسين، والأكس والواي تختلف من جنس الثاني وتشفر الصفات الجنسية. زين، خلنا نجي لتركيب الكروموسوم الواحد شلون صاير. هذا كروموسوم متكون من كروماتيدين، سيستر كروماتيدز، واحد ملتف على الثاني. زين، النقطة اللي يلتقى بيها كروماتيد بالثاني أسميها السنترومير، الجسيم المركزي. زين، من السنترومير راح اخذ الكروموسوم اقصه بالعرض. زين، لفوق راح يكون عندي جزء قصير من جوا الجزء الطويل، الجزء الطويل اسميه لونج ارم والقصير شورت ارم. الشورت ارم ارمز لها بالرمز بي واللونج ارم رمز كيو. ليش بي وكيو؟ هاي مسميات لها اصل مال كلمه فرنسيه يعني ما لها دخل بيها. زين، تركيب ثاني موجود على الرسم بس ما مذكور في النقاط، التيلومير. التيلومير الجسيم الطرفي مثل القبق الموجود بطرفي كل كروماتيد. زين، وظيفته تكون حماية. الكروموسوم قلنا هو متكون من دي ان اي ستراند، وانا عندي انزيمات بالخلية تهضم الدي ان اي تكسره، اللي هي النيوكلييز، اندونيوكلييز واكزونيوكلييز. هذا التيلومير يحمي لي الدي ان اي من هيك سالفة، ويحمي لي اياها ماتي من انه يتصل بدي ان اي ثاني. نعرف الشريط الدي ان اي يحب يسوي اواصر، حلو، فاذا تعرف ستراندين راح يرتبط بالثاني تلقائيا رينيلينج، ممكن شريط بالثاني. زين، اذا ما عندي تيلومير ممكن نهايه هذا الكروموسوم تروح تتصل بكروموسوم ثاني، او اذا التيلومير زين اثنينات فاقتهن ممكن الكروموسوم يفترع روحه ويتصل نهايه بنهايه، يصير عندي كروموسوم حلقي
واحدة من الستركتشرال ابنورمالتيز اللي راح تاخذوها بالسيشن الجاي صارت لي بسبب خلل التيلامير. زين الكروموسومات العدي الاوتوسومز من 1 الى 22 مو لا على التعيين مجرد انه 22 كروموسوم مطشر، لا انا اعرفهم واحد واحد ومسميهم واعرف الجينات اللي بيهن واعرف شي شفره من صفات حلو ومرتبهن بالترقيم من 1 الى 22. زين على اي اساس رتبت الكروموسومات من 1 الى 22؟ على اساس اولا الحجم، الكروموسوم واحد هو اكبر كروموسوم وكل ما امشي اكثر بالكروموسومات 2 3 راح تصغر عندي. زين وحسب موقع السنترومير، شنو يعني حسب موقع السنترومير؟ عندي اربع انواع من الكروموسومات. نوع يكون السنترومير مالته بالوسط اسميه ميتا سنتريك كروموسوم، البي ارم بطول الكيو ارم. زين ما عندي شورت ولونج. بالنوع الثاني سب ميتا سنتريك، يعني ميتا سنتريك الا شويه السنترومير يكون صاعد شوية عن النص بحيث البي ارم هي بالفعل شورت اقصر من الكيو ارم اللي تكون لونج. زين النوع الثالث اكرو سنتريك، اخذنا محاضره البون بالتشوز اوف ذا بودي انه اكرو معناها طرف اكستريميتي، فهنا السنترومير صاير قريب على الطرف اكثر، البي ارم كلش شورت والكيو ارم كلش لونج. ونلاحظ اكو في التركيب مميز بالاكرو سنتريك اسميه ساتلايت، ما موجود بباقي باقي الانواع، انه تقريبا عندي فد انحناء او طعجه صايره بالبي ارم بالشورت ارم، يعني الارم جايه صار بيها هيك. هذا التركيب اسميه ساتلايت. بالسبميتا سنتريك حتى لو كانت البي ارم قصيره ما راح اشوف هذا التركيب، قبل بي ارم هيك جايه. زين عندي نوع رابع اسميه تيلو سنتريك كروموسوم، يعني السنترومير صاير ويا التيلومير كلش بالطرف، ما عندي اصلا بي ارم بس ارم واحده. هذا النوع ما موجود بالبشر فما راح نحكي عنه بالمحاضرة، مجرد إذا قال لك قسم لي الكروموسومات حسب موقع السنترومير مالتهن الذكرى، غير هذا ما راح نجيب طاري. زين الليرنينج اوبجكتيف الرابع الكاريوتايب. شنو هو الكاريوتايب؟ هو مبدئيا فد فحص، يعني طريقة من الفحوصات اللي افحص بيها الكروموسومات. ايش راح اسوي بالضبط؟ راح اصور كروموسومات الشخص وارتبهن ترتيب رقمي من 1 ل 22 بالاخير احط الكروموسوم 23 اللي هو السكس كروموسوم. زين رتبهم ترتيب رقمي حسب احجامهم من الاكبر الى الاصغر وحسب موقع السنترومير مالتهم، يعني هذا هو الكاريوتايب. هذا قاعد اشوفك بالك صوره، هي هاي الصوره هي الكاريوتايب، هذا همتين نورمال هيومن كاريوتايب، هذا شكلهم. زين انا هسه جيت ارتب الكروموسومات حسب حجمهم، لطيف رتبت صار عندي في الظاهرة كروموسومات حجمهن تقريبا متساوي أو ما أقدر أميزه بعيني من أشوفهن. حلو هسه ذني الكروموسومات كليتهن تقريبا نفس الحجم قاعد أشوفهن، وإذا أجي أغطي أسمائهن وأقول لك شلون عرفت ياهو 8 ياهو 11 من ذني. زين راح تلاحظ إنه عندي خطوط بكل كروموسوم مميزة، شوف هنا هاي المنطقة، عفوا شوف هنا هاي المنطقة البيضة، هنا بالكروموسوم الثاني أكو نص خط أسود، تجي هنا تلقى الخط الأسود أعرض من هذا القبلة. زين تجي هنا تلقى عندك فرق بين بالخط الابيض الجواهن صار اعرض من هذا الخط الابيض. زين تجي من جوا هماتين تلقى فرق، هنا عندي خط اسود عريض، هنا انا ما عندي، هنا انا اصلا هذا كليته بياض. زين الخطوط هذه راح تمكنني اني اعرف كل كروموسوم واحد عن الثاني، ما اسويهن جروبات حسب حجمهن، يعني لو ما الخطوط كان كليتين قلت جروب واحد من 8 ل 11 ما اقدر اميز بيناتهم. زين هاي الخطوط ما تصير طبيعي، يعني على كروموسوم هو ما يجيني مخطط من قاعه، انا اجي اضيف له صبغات حتى تجي يطلع هذا التخطيط. هاي الطريقه اسميها جي باندنج، باندنج يعني باند يعني حزمه، فانا اجي اصبغه بصبغه اسميها الجمزه طلع لي هاي الحزمات اسميها جي باندنج حتى اقدر اميز كل كروموسوم عن اخوه. هذا الحكي المذكور هنا أنا. نرجع للكاريوتايب، انا عدي الجروبات اللي قلنا حسب الاحجام راح تكون موجوده راح ابقيهن ما راح استغني عنهن مع وجود الباندز. زين الجروبات تكون من الاي للجي، الجروب اي 1 2 3 كروموسومات 1 2 3 يسوون جروب اي، 4 و 5 جروب بي، من 6 ل 12 جروب سي وياهن الاكس كروموسوم، من 6 ل 12 والاكس يسوون جروب. زين 13 ل 15 دي، 16 ل 18 اي، وال 19 ل 22 الاخير شيء الجي ويضمن الواي كروموسوم همات.
تفاصيل يعني من احجام ومن موقع سنترومير ما اظن يعني صدق مطلوبه، وهو هذا اصلا الجدول مو دقيق، اكو اختلاف عليهن. زين، بس اريد اذكر ملاحظه على الساتلايت. شوف هنا أنا. هذا الكروموسوم التاسع مثلا، هل اقدر اسميه ميتا سنتريك؟ لا، هذه البي ارم شوي اكثر من الكيو ارم، فهذا يكون سب ميتا سنتريك. زين، والعاشر، العاشر مات السنترومير صاعد فوق من التاسع، فهل هذا اسميه اكرو سنتريك في الحالة؟ لا، راح يبقى سب ميتا سنتريك. زين، شلون اميز يعني؟ هل عندي فد انه عينك ميزانك من اشوف السنترومير صاعد هواية اقول هذا اكرو سنتريك او سب ميتا سنتريك؟ لا، وجود الساتلايت لازم يكون موجود بالاكروسنتريك، يعني حتى لو كان السنتروميير صاعد بالكروموسوم العاشر هذا مو اكروسنتريك. زين، باقي الكروموسوم 15 شلون صاير البي ار مالته؟ بيها منا مثل مقسومه من هاي من هذا المكان، صاير بيها بندنج يعني اتش صار شكلها. اوكي، هذا التركيب اللي هنا راح اسميه ساتلايت، وهذا الكروموسوم اعتبره اكروسنتريك. اما العشرة فلا، اعتبره سميته سنتريك لان ما شفت بيه الساتلايت، فتقريبا ما اميزها على الحجم يعني. هو تتميز على الحجم بس ما اقدر اسويها بعيني. زين، تعالي الكاروتاب، انا منين جبته؟ منين صورت الدي ان اي مالتك؟ شلون صورت الكروموسومات؟ زين، عندي طريقة من الطرق، اسحب عينة دم 10 الى 20 ملي لتر من الدم. زين، اخذها احطها بفيترو فد انبوب خاص اقدر ابقي بيه الخلايا عايشة، وأضيف لها فد مادة تحفز لي الميتوسيس أسميها الـ PHA فيتوهيماغلوتينين. ضفت المادة وراح أعوفن هاي العينة يومين ثلاثة بدرجة حرارة 37 مقاربة لدرجة حرارة الجسم. زين، أنا هسه سويت حفزت ميتوسيس انقسام. زين، أنا من أريد أصور الكروموسومات إن أنا بالكاريوتايب لازم الخلية تكون بالميتافيز من الميتوسيس، لأنه عند الميتافيز الكروموسوم او شريط الدي ان اي راح يكون كوندنسد اكثر ما يكون يعني، فيكون اقدر اصور الكروموسوم مالته. بغير اطوار ممكن شريط الكروموسوم ينحل، حلو، يصير شبكه كروماتينيه. بالحاله ما راح استفاد من كاريتاب، ما اقدر اصور في الاستراكشر شيء واضح، فانا احتاج انه الكروموسوم يكون او الخليه تكون بطور الميتافيز. حتى اسوي هالشيء راح اضيف ماده ثانيه اسميها الكولسيميد. الكولسيميد هذا يثبت لي الخليه على الميتافيز. هاي هنا خلية تحت مايكروسكوب، هاي ما اعرف تحت وتنبين المربعة من هنا الكروموسومات متجمعة بالنص، هذا هو طور الميتافيز. زين، وعندي فد ظاهرة اسميها الميتافيز سبريد، حلو، راح الكروموسومات تتطشر بالخلية تنتشر، هي من اسمها سبريد. بهاي اللحظة انا اريد ان اصورهن حتى اقدر احصل صورها لهن واحسبهن. زين، ورا ما ضفت الكولسيميد ثبتت الخليه بالحاله اريدها بالميتافيز، راح اخذ الدم هذا ارجع اسحبه بانبوب اسوي له سنترفيوج، الجهاز اطبه بجهاز الطرد المركزي حتى يفصل لي الريد بلوت سيلز عن الوايت بلوت سيلز. ليش؟ لان الار بي سي اصلا ما بيها نواه، فما بيها دي ان اي، شو صور من عندها؟ انا دم بس الوايت بلوت سيلز وتحديدا الليمفوسايتس. الليمفوسايتس راح اضيف لهم لو سولت سوليوشن. ليش؟ الخلية إذا تحطها بوسط بتراكيز أملاح عالية إيش راح يصير بيها؟ راح تنكمش. زين، إذا تحطها بوسط بأملاح تراكيز أملاح ناصية وتراكيز الأملاح داخل الخلية يكون عالية، لا راح تنتفخ، راح يطب داخلها مي فالخلية تكبر. زين، أنا أريد الخلية تكبر حتى أحصل لها صورة أوضح. لطيف، ورا ما العينة مالتي فصلت الـ RBC عن الـ YBC وحطيت هذا الـ Low Salt Solution، صار عندي شنو؟ لينفوسايت مفصول عن الـ RBC وبها Swelling من تفخة. هذه أجيبها بالمايكروسكوب أشوفها أحصل الكاريوتايب مالتي. بس ثواني، هذا الكاريوتايب شو مطشر مثل كان عندنا هنا بالصورة. أي هاي الخطوة الأخيرة، العفو عنها، أي الخطوة الأخيرة بالكاريوتايب، إني أجيب الكروموسومات المطشرة هذه وأرتبهن على هذا التمبلت، يعني من الاكبر للاصغر وحسب موقع السنترومير ارتب الكروموسومات واجيب كل كروماتيد والزوج الثاني مالته احطهن بكروموسوم واحد. هاي العمليه انا اسويها يا اما بايدي اطبع صوره اللي طلعت لي بالمايكروسكوب واجيب قصاصات ورق بالمقص اقصهن وازقهن واحده على الثانيه، او ديجيتالي يعني بما انه احنا مو بالعصر الحجري،
يعني اقص الصورة ببرنامج مال الفوتوشوب طبيعي وارتبهم على ترتيب. بس بالحالتين تبقى انه لازم اني من اشوف هاي الصورة بدون ما هن مرتبات عندي اعرف الكروموسومات حسب شنو حجمهن والباندز ملاتن. طبعا مو اني اعرف يعني المختص. زين بهذا السلايد خلايا من الجسم اقدر اخذ من عندها عينة للكاريوتايب. زين اول وحدة هي خلايا الدم نفسها اللي شرحناها قبل شوية. ثاني شيء ممكن اخذ بايوبسي من خلية سرطانية واشوف شنو الخلل بيها بالكاريوتايب. ممكن اخذ خلية من نخاع العظم او من الامنيوتك فلويد او الكوريونيك فيلاي او الفيلوس. شنو الامنيوتك فلويد؟ هو هذا السائل الرصاصي اللي يحيط بالطفل اثناء الحمل. زين الفيلاي هاي شنو؟ فد من اسمها فيلاي موجودة بالبلاسنتا مال الهم مال الام يعني. ذني اثنيناتن مشترك شي بيناتن انه هن يشيلن الكروموسومات مال الطفل نفسهن. يعني هذا الدي ان اي اللي موجود بهذا السائل نفسه اللي عند الطفل. فاقدر افحص اذا اكو فد خلل بالطفل الجيني قبل لا يجي للدنيا بدون ما اخذ بايوبسي من الطفل نفسه، لا من هذا من الام يعني. عملية اخذ الامنيوتك فلويد اسميها امنيو سنتسيز، وعملية اخذ عينة من الكوريونيك فيلاي اسميها الكوريونيك فيلاس سامبلينج. هذا السلايد راح يحكي اكثر عن الجي باندينج. راح اضيف صبغة تعطي الكروموسوم فتشكل مخطط. زين شلون هذا الشيء يصير؟ الصبغة راح تتصل بالمناطق اللي بيها ادنين وثايمين هواية من شريط الدي ان اي. اذا اجي اكبر على الدارك سترايب يعني على الدارك باند راح القى عندي هواي ادنين وثايمين متصلات بهذه المنطقة. هذه المنطقة الفاتح لا بيها اقل. زين هذه الباند الطوخ ليش بيها كثافة أكثر من الأدنين والثايمين؟ لأن أصلاً بيها كثافة أكثر من الكروموسومات. هاي المنطقة بعد كوندنسد ما صار لها ريلاكسيشن. هاي المنطقة الفاتح الريلاكسيشن مالتها يصير ايرلي أكثر فتقل الكثافة مع النيتروجين بيسز. أنا مطينا صورة مع الكاريوتايب ما مسوي له باندينج، راح يطلع لونه طوخ أكثر. أنا ما عندي باندات أشوفها على الكروموسومات، كلها سوداء تقريبا بيها نقاط بيض بس مو ذاك الشيء اللي اقدر اسميه باند يعني. زين وهذا الكاريوتايب اللي مسوي له باندنج. اوكي اقدر اشوف الخط هنا أنا واضح اسود بصف خط ابيض بصف خط اسود. زين الليرنينج اوبجكتيف الخامس كروموسوم نومنكليتشر تسميه الكروموسومات. زين احنا الكروموسوم نفسه بنرد نسميه قلنا حسب السايز والسنترومير بوزيشن. لطيف تعال اريد اسمي منطقة على الكروموسوم او باند معين على الكروموسوم. شنو القواعد اتبعها حتى اسميها؟ شوف نبدي اول شيء من اليسار لليمين نكتب رقم الكروموسوم نفسه. زين بصف رقم الكروموسوم نكتب الارم سواء P او Q. يعني هسه هنا هذا الكروموسوم الاول مكتوبه جوا. زين اذا اخذ منطقة اي منطقة موجودة بهاي الجهة راح اكتب واحد P. زين اذا اخذ اي منطقة موجودة على هذا الارم اكتب واحد Q مثل ما هو مسوي. زين كتبت الكروموسوم كتبت الارم اجي اكتب الريجن النوبل باند. الريجن شنو؟ هو يعطيني اياها عدي تقسيم مجموعة باندات تسوي لي ريجن. شوف ساي بالبي ارم عدي ريجن 1 2 3 وبالكيو عدي 1 2 3 4. زين الريجن نفسها مقسمة باندات، يعني الريجن الاول بي 1 2 3 باند. زين الريجن الثاني بي باند وباند الثاني. الريجن الثالث بي 6 باندات. زين اكتبهن واحد ورا الثاني النوبة. اذا اريد اضيفن السب باند راح اضيفن فاصلة عشرية ديسمال سيبريتر. زين السب باند ما مبين على هذا الرسم بس هنا بالرسم الثاني موجودة. الموضوع ابسط من ما يبين. هسه نجي نشرحه كلش بسيط. زين هو هسه بالرسم ماخذ لي هذه الباند ومسميها 1Q2 4. خلنا نجي نفتهم هو ليش كتب هذا الشيء. زين اول شيء الواحد قلنا هي رقم الكروموسوم كاتب لي جوا هذا الكروموسوم الاول. زين كيو لان احنا حانين وين على اللونج ارم. زين الاثنين من اجابه هاي الريجينات مال اللونج ارم احنا الباند مالتنا صايره بالريجين الثاني. زين بالريجين الثاني بس تعال اقرا لي يا رقم من الباندات 4. اذا 1 كروموسوم لكيو ارم 2 ريجين والأربعة هي الباند. أضيف
خلنا ناخذ نفد باند عشوائي احنا من يمنا ونسميه نقول هذا الباند زين هذا. اول شيء احنا عليه كروموسوم بعدنا على الكروموسوم الاول بس هسه رحنا ليه ارم بي ارم زين ورا الارم نكتب الريجن بالريجن الثالث موجودين على يا باند واحد اثنين زين هذا واحد بي ثلاثة اثنين وكذلك يعني هسه اقدر اسمي الباندات كليتهم. تعالنا على الرسم الثاني خلنا نشوف السب باند شلون نسميها. مبدئيا راح نمشي كل شيء نفس الطريقة لحد ما نوصل لاخر خطوة زين. اول ما نبدي نكتب هنا رقم الكروموسوم قايل لي هذا الكروموسوم الثالث اقول له ثلاثة زين. احنا حاليا على يا ارم فوق السنترومير احنا بالبي ارم شورت ارم بي ثلاثة بي زين. الريجينات ذني وياهن احنا بالريجين الثاني ثلاثة بي اثنين. الباند عندي واحد واثنين زين. اني اريد اطلع منه اريد اطلع هذا هذا موجود بالباند الثاني يعني ثلاثة بي اثنين احط بعد اثنين وعلى الباند زين. هسه من اجي اريد اسمي السم باند احطن بوينت واحد زين. وهاي الباند السب باند الثاني راح يصير اسمه مطابق للاول ثلاثة بي اثنين اثنين بوينت اثنين زين. ومسمي له همتين هو من يمه بالرسم هذا الباند وهذا الباند بعد انتوا تتبعوه وشوفوا ليش سماه هيك. الليرنينج اوبجكتيف السادس كلاميات يعني الاسباب اللي تخليني ادز فحص مع الكاريوتايبنج. هو الكاريوتايبنج هو اول ما حكينا عنه انه هو فحص يعني تيست حال حال اي انفستيجيشن زين. الانفستيجيشنز انا شو وقت اسويهن من اريد اسوي كونفرميشن للدياجنوسيس يعني اجاني مريض اخذت له هيستوري سويت له اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن اوسكولتيشن كل ذني السوالف حصلت دياجنوسيس اوكي بس اريد اتاكد بانفستيجيشن والكاريوتايب واحد من ذني الانفستيجيشنز زين. النقطه الثانيه اشوف بيه الامراض الوراثيه بالعوائل حتى اعرف نسبه الخطر انه انا يكون عندي هذا المرض الوراثي اللي موجود عند مثلا فرد من عائلتي او نسبة اني اورث هذا المرض للاجيال الاولادي زين. ثلاثة ممكن اخذ منطقة معينة بيها فد اكسبوجر توكسين معين اشوف الكاريوتايب مال سكان هالمنطقة بيهم فد ديفورمتي او ابنورمالتي مشتركة اسوي دراسة يعني شلون سوالف الهيلث انه يابا الاكسبوجر هل قد بهاي المنطقة والابنورمالتي هل قد فعدي هنا كوزالتي زين. أربعة ممكن كاريوتايبس compared among species can clarify evolutionary relationships ممكن استخدم بين الحيوانات حتى أثبت إنه الإنسان أصله قرد زين. خمسة prenatal diagnosis هاي النقطة اللي حكينا عنها بالamniocentesis والchorionic villi نشوف نشوف الأبنورماليتيز قبل الولادة prenatal زين. بالinfertility العقم والrecurrent abortions ممكن يصير حمل متكرر وبكل مرة يصير إجهاض تلقائي ذني ابنورماليتيز ممكن يصير لهم خلل بسبب خلل كروموسوم الابنورماليتي ممكن الام كل شيء ما بيها بس ابنها يصير بيه هذا يصير بيه فد خلل بالكروموسومات فيموت قبل لا يجي الدنيا يصير ابورشن. واخر شيء السكس ديترمينيشن بتحديد الجنس ممكن فد طفل ينولد بخلل جنسي حلو ما اقدر اعرف شنو جنسه بالضبط فاقدر اشوف الدي ان اي مالته الكروموسومات السكس كروموسومز الاكس والواي حتى اشوف جنسه بالضبط شنو الحقيقي زين. الليرنينج اوبجكتيف الثالث احنا قبل هذه المحاضره كليتها كانت مقدمه هسه راح نبدا المحاضره الصدق نيوميريكال كروموسومال ابنورمالتيز. عندنا اول ابنورمالتي البولي بلويدي. بولي بلويدي معناها اكسترا كروموسوم سيتس تعرفوا مصطلح الهابلويد. هابلويد نقول عده واحد ان معناها شنو 23 كروموسوم. الهابلويد وين يكون موجود بالجيرم سيلز مثل السيمن والاوفا زين. الدايبلويد الموجود بالخلايا الجسميه العاديه جسم الانسان كليته بي 2 ان وبي 46 كروموسوم زين. هذا الان هي تمثل سيت اوف كروموسومز يعني مجموعه بها 23 كروموسوم. بحاله البوليبلويدي راح يصير عندي البلويدي يعني اكثر من اثنين ثلاثه والتصاعد فيصير عندي مو هي دايبلويد تصير ترايبلويد تصير تترا بلويد وتصعد بالارقام حلو. التراي بلويد هي شقد هي 3 ان عده 69 كروموسوم التترا بعد 4 ان يصير
92 كروموسوم والى اخره. زين الترايبلويد اللي هي 69 كروموسوم او 3 ان اسميها تسبب لي 17% من السبونتينيوس ابورشنز، يعني الاجهاض اللي يصير مني ما بدون تداخل، هلو يصير عندي خلل بالطفل ويموت قبل لا يجي الدنيا فيصير الاجهاض. ليش؟ شوف الكاريوتايب مالته وتتصور ايش قد الخلل الكبير. هذا الكاريوتايب، بدل ما الكروموسوم الواحد اكو منه نسختين اكو 3 نسخ بكل كروموسومات الجسم وبكل خلايا الجسم. حلو، حتى هنا السكس كروموسومز نشوف هذا عندنا 3 اكس لان فيميل، لو كان ميل كان شفنا اكس اكس واي. زين فهيك خلل عملاق يعني شبه مستحيل تنولد بيه، راح تموت قبل لا تصير. ممكن بحاله نادره كلش ينولد الطفل هو ترايبلويدي بس يعيش كم يوم قليلات، بهاي الكم يوم راح يكون عنده خلل بكل اعضاء جسمه لحد ما يعني تنتهي معاناته. زين هذا الحكي اذا كانت البوليبلويدي بكل خلايا الجسم نسميها ترو بوليبلويدي. زين ممكن لا، البوليبلويدي يصير بخلايا معينه مثل خلايا الكبد، الليفر ممكن يكون بعد تتربلويد او اوكتابلويد، ثمانيه السيتس اوف كروموسومز وتكون طبيعي وكل شيء مالها، يعني خلية أوكتابلويد بها جد 184 كروموسوم وما بها شيء، الطبيعي هو جد 46. زين والبوليبلويد هم قالنا طبيعي كل الشائع بعض النباتات والحشرات. زين بس بالإنسان يكون فيتال. هذا سلايد ما بيشيل حكي مكرر وصور توضيحية. هنا أنا حاطلنا صورة البوليبلويدي بالكانسر متى فايز، هذا بعد ما مسوي كاريوتايب بس مبين العدد بدون ما تحسب كل شوائي كروموسومات، وهذا في تصبي بوليبلويدي ميت قبل لا يجي الدنيا. الابنورمالتي الثانية الانيوبلويدي. زين الانيوبلويدي معناها اكسترا اور ميسنج كروموسوم، ركز لي كروموسوم مو سيت اوف كروموسومز، يعني القى الكاريوتايب طبيعي كليته باستثناء كروموسوم واحد، خلينا نفرض مثلا كروموسوم 13 قبلنا 3 نسخ، الباقي كلي تاني نسختين، أو ممكن لا ألقى منه نسخة واحدة والباقي على نسختين. إذن هو extra or missing chromosome، يما ثلاثة يما واحد. إذا كان عندي extra chromosome، عندي 3 نسخ من كروموسوم واحد أسميها trisomy، تراي معناها ثلاثة سومي chromosome. إذا كان missing عندي واحد monosomy أسميها، يعني هي الأنيوبلويدي تنقسم إلى trisomy monosomy. كلمة أنيوبلويدي بحد ذاتها خلنا نجي نفسخها، يعني ترمينولوجي بلويدي عرفناها sets of chromosomes، إيو يعني طبيعي good أو normal، and not إذن not good sets of chromosomes أو not good chromosomes يعني ك بس ترمينولوجي not good set أو good set. زين الأنيوبلويدي نفس الترايبلويدي من قلنا إذا صارت عندي فأكون بنسبة كبيرة إنه يصير عندي spontaneous abortion، يموت الطفل قبل لا يجي للدنيا، بس الفرق هنا ممكن إذا أجى الدنيا يظل عايش. حلو، راح يظل عايش بس يطور سندروم، يعني متلازمة، كل متلازمة لها أعراض محددة حسب الكروموسوم اللي هو بي ترايسومي. زين والمونوسومي لا، المونوسومي ما يعيش فد مرة، يعني أخطر من ترايسومي بهواي. المتلازمات هسه راح يجينا راح ناخذ ثلاثة من عندهم كليتين ترايسومي، لأن المونوسومي incompatible with life. زين من هاي السندرومات اللي صارن بالترايسومي كلهم بيهن عرض مشترك اللي هو المنتر ريتارديشن، يصير بيهن تخلف عقلي. قال لنا ليش يصير هالشي؟ لان تطور الدماغ عمليه معقده بحيث لابد على مر مراحل تطور الدماغ يشترك بيه كل كروموسومات الجسم. حلو، فوين ما يصير خطا راح يظهر لي بالدماغ، وهذا الحكي كله توين بالاوتوسوم بالاوتوسومز الكروموسومات الجسميه اللي هن 22. اما السكس كروموسومز الاكس والواي اذا صار بهن انيوبلويدي ممكن اعراض تكون اخف، وحتى اكو عندي مونوسومي يعيش. زين اخف مو معناها انه فد شيء طبيعي، لا هم نسبه يعني يمكن 98% انه يصير سبونتينيوس ابورشن، بس دول ال 2% او اقل من 2% اللي يعيشون اعراضهم تكون اخف بالسندروم اللي عندهم. زين ليش هذا الشيء؟ جوابه إذا تذكرون بالسادس بالأحياء مال السادس فصل التكاثر أول صفحة كان أكو سؤال إنه شنو تأثير الجهاز التكاثري استئصال الجهاز التكاثري على الفرد، إنه ما راح يأثر على السرفايفل مالته، راح يظل يقدر يعيش وبأحسن حالة صحية بس هو مهم للبقاء على مستوى الجنس. هنا تقريبا نفس السالفة. حلو السكس كروموسومز
يشفرن اشياء او صفات تاثر لي على الريبرودكتيف سيستم وعلى السكشوال ديفلوبمنت. فاذا صار بهن خلل ممكن واحد يعيش بدون يصير عنده خلل بالسكشوال ديفلوبمنت بس هو سرفايف عادي. اوكي وطبعا هن مو 100% بس سكشوال ديفلوبمنت، قلنا نسبه كبيره انه واحد يموت بس ممكن يعني انه يصير لهن تعويض. زين هذا السبب الرئيسي. اكو فد سبب ثانوي يعني خارجي اظن، هذا الشيء عند الفيميل بالتحديد. زين الفيميل اكو بالخليه مالتها 2 كروموسوم اكس، ما راح تستعملها اثنينات. لحظه نكتب اكس ما راح نسمي كروموسوم. لطيف، راح يصير دي اكتيفيشن لواحد من عندهن والثاني هو اللي يشتغل. هذا الشيء يصير بمرحله مبكره من الامبريو يعني تقريبا بالمورجولات اكو 16 خليه 8 خلايا بالجسم. حلو، واحد من كروموسومات الاكس راح ينطفي عشوائيا، ما اكفد فد سبب محدد للاختيار، وبكل خليه عشوائيا. زين اذا كان عندها ترايبلويدي، العفو ترايسومي، ترايسومي بالكروموسوم اكس اكو 1 2 3. زين ممكن يصير عندها مونوسومي اكس. زين بالحالة الاولى الترايسومي بدل ما تطفي اكس واحد راح تطفي 2، واحد يبقى شغال فممكن نفس الطبيعي. زين بالمونوسومي اكس انه عندي بس كروموسوم اكس واحد، فهي اساسا بالحالة الطبيعية كانت راح تطفي الثاني واحد بس يبقى شغال، فهماتين ممكن انه شيء يحسن لي نسب السرفايفل. وايه اوكي زين، اما الميل فخلي استرجل. الميكانيزم اللي يصير بيها الانيوبلويدي اسميها نون ديسجنكشن. ديسجنكشن معناها انفصال، نون ديسجنكشن عدم الانفصال. وين يصير لي؟ بالميوسيس 1 او الميوسيس 2. واكيد كل ما كان الخلل بمرحلة ابكر تكون النتائج اعتى. زين نشوف بهاي الحالة الاولى صار عندي النون ديسجنكشن بالميوسيس 1، ايش راح يصير؟ الخلية الاولى بيها هومولوجوس كروموسومز بدال ما ينفصلن الخليتين، لا اثنيناتهم راح يروحن نفس الخلية والخلية الثانية تبقى فارغة. زين ها بالمناسبة هذا الحكي بالميل جيرمز بالاخير، هذا عملية تكوين النطف يعني. اوكي زين هاي الخلية اللي بيها اثنين يعني هومولوجوس كروموسومز بدل ما تنفصل تعطيني كل كروموسوم بخلية جديدة، لا راح يصير عندي هنا كروموسومين. اوكي زين هاي هسه عندي نطفة راح يصير لها فيرتلايزيشن، تروح للأووسايت تصير لي تسوي لي زايغوت. الزايغوت بيها كروموسومين من النطفة وكروموسوم أصلا موجود بالأوفا، فصار شنو؟ عندي ترايسومي. اوكي هذا الحكي بالنسبة للخلية اللي اجن بيها كروموسومات اثنينهن. زين الخلية اللي ما اجي بيها كروموسوم راح تنقسم تعطيني نطفتين ما بيها أي كروموسوم، يروح للأووسايت يصير عندي فيرتلايزيشن ويعني هاي تصير زايغوت بس بيها شنو؟ كروموسوم واحد جاني من الأم، يصير عندي مونوسومي. زين يعني إذا صار عندي الخلل بالميوسيس 1 ما راح تصير عندي ولا خلية طبيعية، اثنين مونوسومي واثنين ترايسومي. بس إذا صار بالميوسيس 2 ايش راح يصير؟ الميوسيس 1 هنا كمل عدي طبيعي، هم لو كروموسومز انفصلن عدي خليتين. حلو لحد هنا ما عدي مشكلة، واحدة من الخلايا ذني راح تكمل طبيعي ويصير عدي يعني فيرتلايزيشن وزايغوت طبيعية، اسميها ايوبلويد. ايوبلويد يعني طبيعي عكس الانيوبلويد. الخلية الثانية راح يصير بيها نون ديسجنكشن، ذني الكروموسومات راح يجين فيها سوا بالخلية، والخلية الثانية النطفة يعني ما بيها أي كروموسوم، نفس الميكانيزم اللي كانت عندي هنا، راح واحدة تسوي لي ترايسومي واحدة مونوسومي. فنشوف النسب إذا كان عندي النون ديسجنكشن بالميوسيس 2 تكون نص ايوبلويدي زين وربع مونوسومي وربع ترايسومي، على عكس الخلل اللي يصير بالميوسيس 1 اللي يكون كل الخلايا مضروبة. الخلية الطبيعية المفروض يكون بيها 46 كروموسوم، 46 كروموسوم. لطيف زين إذا كان عندي مونوسومي بكروموسوم واحد عندي منه نسخة مفقودة، فالستة وأربعين راح تصير 45. الكروموسومات كلها طبيعية باستثناء كروموسوم واحد، خلينا نفرض هنا عندنا الكروموسوم 21 بالداون سيندروم، العفو ترايسومي داون سيندروم، بس هم خلينا ناخذ 21. حلو عندي منه مونوسومي فراح انقص كروموسوم واحد من جسمي يصير 45. بالترايسومي لا عندي كروموسوم زايد، هم نفرض كروموسوم 21 عندي منه 3 نسخ. حلو فالطبيعي 46 وهاي النسخة الثالثة صار ايش قد؟ 47.
اذا الترايسومي الكاريوتايب مالته يصير 47 والمونوسومي 45 باختصار. زين الابنورماليتي الثالثه الموزايكس، ما ادري ايش تنفض بس ايش تنفض موزايكس، يصير عندي نوعين من الخلايا مختلفات جينيا بنفس الكائن الحي جايت من نفس الزايغوت. حلو زين شلون ممكن يصير هيك شيء؟ اذا مرحله مبكره بالامبريو يعني هم نقول تقريبا بالموريولا او هيك شيء، يصير عندي في الديميوتيشن خليه من الخلايا يصير بها طفره، ممكن يصير بها نيوميركال او ستراكشرال كروموسومال تشينج اي تشينج. حلو فراح تشفر لي صفات مختلفه عن باقي الخلايا الطبيعيه مع العلم انه من نفس الاصل بس صار بها ميوتيشن. زين الثاني الجسم عندي فيه بس اربع خلايا، هاي الخلايا راح تظل تنقسم لحد ما تعطيني كل خلايا الجسم. زين هاي الخليه راح تعطيني ايش قد؟ ربع خلايا جسم الانسان. ليش؟ لانها صارت بهالمرحله، لو صايره من كان اكو ثمان خلايا كانت راح تعطيني الثمن والى اخره يعني. ف الجسم راح تظهر عليه يعني مناطق صفات معينه مناطق صفات ثانيه، يجوز اختلاف لون بشره او اختلاف لون عيون، حاله اسميها الهيتروكروميا، كل عين لون شكل، هذه اعتبرها موزايك. يعني الخلايا تصير مثل الفسيفساء اللي هو المعنى الحرفي كلمة موزايك اذا تروح ترجمها. زين ليش قاعد يشدد لي انه سنجل زايغوت؟ ليش هو ممكن كائن واحد يجيني من اثنين زايغوت؟ اي ممكن. حالة ثانية اسميها الكيميرا، تشبه الموزايك بس الفرق انه الاساس مالتها زايغوت اثنين تظني كائن واحد. الحالة الثانية هاي ما موجودة عندنا، وهسه صح مبين اياها انه كلون مثلا ممكن لون جلد لون عين، بس هماتي ممكن تشوفوا لي فد صفة كروشال فد انتي بودي معين بالجسم وتقتلني، فمو شرط يعني صفة ظاهرية مظهرية الموسيك. هذا رسم توضيحي انه الزايغوت واحدة من خلاياها صارت ميوتيشن، انقسمت نشرت الميوتيشن اكثر فصار بمكانات معينة الجسم. قبل ما نكمل الثلاثات الجاية راح نرجع للليرنينج اوبجكتيف الخامس، نحكي عن تسمية الكروموسومات او بالتحديد تسمية الكاريوتايب. شوف هاي الصورة مال الكاريوتايب كليتها اقدر اكتبها بسطر واحد. حلو شو اسوي؟ اول شيء اكتب عدد الكروموسومات الموجودة بالكاريوتايب. بالشخص الطبيعي الكروموسومات المفروض انها 46 كروموسوم، فاكتب 46. زين وراها احط الفارزة، مهم احط الفارزة، واكتب السكس كروموسومز. إذا كان عندي فيميل طبيعي أكتب 46 فارزة إكس إكس، إذا ميل 46 فارزة إكس واي. هذا بكل بساطة كتابة الكاريوتايب. زين الكاريوتايب النورمال، إذا كان عندي بيه خلل نفرض مرة ترايزومي عندي مرة مونوسومي. أوكي إيش راح يصير عندي بالحالتين؟ بالترايسومي مبدئيا هن ما راح يبقى 46 كروموسوم، راح يصيرن 47 لان عندي كروموسوم زايد. زين وراها اكتب السكس كروموسومز طبيعي، نفرض فيميل نقول اكس اكس، احطن بعد فارزه بلس الكروموسوم الزايد. يعني الترايسومي صار عندي بيا كروموسوم، افرض هنا كروموسوم 15 عندي منه 3 نسخ، فاكتب 47 فارزه اكس اكس لان فيميل فارزه بلس 15. اوكي هذه طريقة كتابة الكاريوتايب بالترايسومي. اما المونوسومي فاكتب 45 لان عندي كروموسوم ناقص، وراها افرض ميل هنا اكس واي فارزة ناقص الكروموسوم المفقود عندي، قول هنا كروموسوم ما اعرف 5 طايرة. حلو الكاريوتايب شلون راح يصير؟ 45 فارزة اكس واي فارزه ناقص 5. لطيف والى اخره يعني. طبعا هذا الحكي اذا كان الترايسومي والمونوسومي باوتوسوم، اذا كان بالسكس كروموسوم راح نجي بالحالات نكتب كتابه خاصه. لحد هنا راح ينتهي اللي نستعمله بهذا الليكتشر، بس عندنا بعد ملاحظات نعطينا اياها نستخدمها بالليكتشر الجاي. الليكتشر الجاي مال الستركتشرال كروموسومال ابنورماليتيز، شنو هي؟ اذا كان عندي خلل بقطعه من الكروموسوم، يعني كروموسوم 3 خلينا نمسح كروموسوم الثالث موجود، لطيف هذا طبيعي. زين والنسخه الثانيه موجوده من عنده بس بيها نقص،
موجودة هتشي. عندي نقص من هنا لهنا هذا ما موجود. زين هالشي شلون راح اكتبه؟ انه عندي نقص فقط قطعة من الكروموسوم. راح اجي اكتب الكاريوتايب. الكروموسوم اشكال عدد طبيعي 46. زين حط الفارزة ميل او فيميل، قول ميل اكس واي. حط الفارزة اكتب الكروموسوم الناقص، قلنا هنا هو كروموسوم 3، والقطعة شوفها من البي ارم او من الكيو ارم، هنا انا عدي من الكيو اقول الناقص. اما اذا كانت زيادة اقول زائد اضيف. زين يعني الزائد هنا نكتبها ورا الكروموسوم ورا الارم مالته، بينما بالنيوميركال ابنورمالتي لا كتبناها قبل الكروموسوم. وعدي بعد اضافات ممكن بحالات الستركتشر ابنورمالتيز للديليشن دوبليكيشن انفيرجن ترانسلوكيشن راح تاخذون بالليكتشر الجاي. فهسه نجي لل انيوبلويدي ان اوتوسومز. حلو الترايسوميات، لان قلنا ما عندنا مونوسومي يعيش، ما عندنا سندروم بيها مونوسومي، كليته ترايسومي. وين؟ بالاوتوسوم. اول وحده واشهر وحده هي الداون سندروم، نسميها ترايسومي 21. من اسمها ادور على كروموسوم 21 اشوف من عنده 3 نسخ، وباقي الكروموسومات طبيعيه على 2 2. زين الكاريوتايب مالته شلون يكون؟ 47 بما انه هي ترايسومي، اكس اكس او اكس واي حسب الجنس، نوبه زائد 21. السندروم يعني بيها فد علامات مميزه جدا، واقدر واحد من الاشياء اللي اسوي اميوسنتز حتى افحصها هي الداون سندروم. زين هاي الصوره مراوينا فد تكنيك للفحص مع الكروموسوم الابنورمالتيز غير الكاريوتايب، اسمه الفيش فلورسنس ان سايتو هايبريدايزيشن. ينطون بروب مشع فلورسنت يقدر يتصل بالكروموسوم 21 ويضوي. زين هاي الخليه صوروها بهذا التقنيه، شافوا اكو 3 ضويات. حلو المفروض الطبيعي 2، عرفوا انه اكو عندي ترايسومي 21. الحالة الثانية باتاو سندروم، ترايسومي 13، هم كما يوحى الاسم كروموسوم 13 يكون عدة 3 نسخ، باقي كروموسومات اعتيادية. زين الكاريوتايب مالته 47 لأن ترايسومي، نوبة اكس اكس او اكس واي، وزائد 13. بي علامة مميزة جدا اللي هي الكليفت ليب، يصير عندي فد شق بالشفة عند الأطفال، ويصير عندي بولي داكتيل. داكتيل يعني إصبع، بولي يعني أكثر من اللازم، فأشوف عنده 6 أصابع باليدين والرجلين. الأوتوسومال أنيوبلويدي الثالثة إدوارد سيندروم، الترايسومي 18، هذا الكاريوتايب مالته 47 اكس اكس او اكس واي زائد 18. نشوفه على الصورة مع الكاريوتايب، عنده 3 من الكروموسوم 18. زين ثاني أكثر ترايسومي شائعة بعد الداون سيندروم، 80% من المصابين بيها فيميلز، والماجوريتي داي بفور بيرث ولو سرفايفل ريت. هذا الشيء اقدر اقوله بالنسبه لكل الكروموسوم الابنورمالتيز. زين ليش عندهم لو سرفايفل ريت؟ لان عندهم مشاكل بالقلب، كيدني مالفورميشن، والاخ خير من الله اعراض. زين السيمتومز اللي ممكن تتضمنها يعني اشياء اقدر اشوفها، المفروض يقول ساينز، سمول هيد راس صغير، عنده كلينشد هاند وكلوب فيت، الإيد تكون مطبوقة حيل ما يقدر يفتحها، وأصلا يعني بيها تشوه ما تنفتح، مو هو ما يقدر يفتحها، والكلوب فيت تكون هم رجلة عوجة، وعيونه هم كبار. خلصنا من الأوتوسومز، خلنا نجي للسكس كروموسومز أنيوبلويدي إن سكس كروموسومز. أول واحدة عندنا تيرنر سندروم، واللي هي أول مونوسومي راح نشوفها تعيش، مونوسومي أكس. الكاريوتايب مالته 45 فارزة أكس وكب صفة صفر، او 45 اكس كل شيء ما يكتبون يعني مرات تجي كتبوها. زين قلنا بالكاريوتايب الكتابه مال السكس انيوبلويديز ما راح نكتب زائد وناقص، لان هو قبل راح نشوف الخلل ورا الفارزه الاولى. زين نشوف الكاريوتايب نلقاه كله طبيعي باستثناء السكس كروموسومز، عندي اكس واحد وماكو يا واي، فاسميه ترنر سندروم. الاعراض نو بريست ديفلوبمنت، نارو هيبس، برود شولدر اند نك، برود يعني عريض الركبه تكون عريضه، وشورت ستيجر. الكروموسوم اكس بشكل عام يعني اللي دخل بطول القامه. حلو فاذا كان واحد ناقص راح يسبب قصر، ونشوف من يكون واحد زائد همتين راح يسبب لي طول. الابنورماليتي الثانيه كلاين فلتر سندروم، الكاريوتايب مالته 47 اكس اكس واي،
إذن مدام عنده واي فهو ميل وبس عنده 2 اكس. شوف على الكاريوتيب هذه 2 اكس وحده واي. زين راح يكون عنده لونجر فينجرز اند ارمز ويكون هو بشكل همتين كل تطويل يعني مثل ما قلنا كروموسوم اكس من يزود يسبب لي طول بالقامه. زين يكون ستيرايل عقيم 100% العقم عندي بمرحلتين انفيرتيلتي وستيرولتي فهذا يعني مستحيل يخلف. زين بس اللايف سباين مالته نورمال ما راح يقصر عمره اذا اجل الدنيا ويصير بريست ديفلوبمنت. زين ليش هذا الشيء مو طبيعي؟ لان احنا قاعد نحكي عن ميل عنده كروموسوم واي. ثالثا جايكوب سيندروم او اسميها اكس واي واي ميل هذا هو اسمها يعني نفس الكاريوتايب مالته 47 اكس واي واي راح يكون تقريبا طبيعي 100% فيزيكالي نورمال منتالي نورمال حياته نورمال بس شنو عنده زيادة بالتستوستيرون فيكون اجريسيف اكثر فهواي من مرضى هذه الحالة يكونون بالسجون اصلا اكتشفوا حالتهم من حالة عنف صارت لهم ومن سوالهم فحص طبي طلع عندهم هذه السندروم هذا على الكاريوتايب مالته 1 اكس و 2 واي. الحالة الرابعة والأخيرة تريبل اكس فيميل عندها اكس 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 عندها واحد اضافي. زين هذه الكاريوتايب وهذا الاكثر سندروم طبيعي يعني ما عندها يعرض نورمال فيزيكالي ومنتالي ممكن تكون اطول لان قلنا كروموسوم اكس زايد وحتى تكون فيرتايل يعني تقدر تجيب وما عندها مشاكل عقلية ما ادري ايش سندروم اصلا. الليرنينج اوبجكتيف التاسع والاخير الاثيكال ايشوز مشاكل اخلاقية بالجينيتكس اند موليكولار ميديسن. اي شلونكم؟ على الرغم من التطور الثوري الحاصل في طب الجينات وما اعرف شنو انه الدكاتره والمرضى يتمسكون بالاخلاقيات واي احفظ هذا التعداد اذا كنت تريد يعني ما ادري او اذا ما تريد هم احنا ما نقول عوف شغله. خلصت المحاضره ثانك يو هالمره يعني ما دام انترو طبيعي فالاوترو هم خلينا نسويه طبيعي.